يا دكتور. اهلا وسهلا يا في البدايه حضرتك يعني شايف توقيت زياره الدكتور احمد الطيب الى بابا الفاتيكان، التوقيت هل له دلالات ما او حاجات ممكن حضرتك تتوقف امامها؟ طبعا مما لا شك فيه ان فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب وقيامه بهذه الزياره التاريخيه في هذا التوقيت لها دلائل كبيره وكثيره إيجابية على المستوى على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي. فهو يقوم الآن بتجديد العلاقات على أعلى مستوى ممكن مع المؤسسة الكاثوليكية، الأسرة الكاثوليكية بشكل واضح، ومحل تقدير من الفاتيكان ومحل تقدير من العالم أجمع، لأن في هذا التوقيت الذي اختلط فيه مفهوم الإرهاب والإدعاءات التي تقوم بإلساقه بالإسلام، فلا بد من التواجد على المستوى العالمي بهذا الشكل الواضح من رأس المؤسسة الدينية في مصر، حيث أن شيخ الأزهر كان متعارفا عليه طوال العمر في الماضي دائما يعرف بشيخ الإسلام. فالأزهر هو منارة المسلمين على مستوى العالم وكعبة القصاد للتعلم الصحيح وصحيح الدين من الأزهر الشريف. عظيم. ماذا عن رد فعل الجانب الآخر؟ هل رصدت حضرتك بعض من ردود الأفعال أو تعقيبات من قبل الفاتيكان حول زيارة الدكتور الطيب؟ في الحقيقة شاءت الأقدار أني أكون امبارح في مناسبة كان حاضرها بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم وكثير من المطارنة للإخوة المسيحيين الكاثوليك، وطبعا الجميع في حالة فرح شديد وترحاب وترحيب بكونهم مصريين وبكونهم كاثوليكيين. فدولة الفاتيكان زي ما حضرتك عارف هي الكنيسة، مقر الكنيسة الكاثوليكية المنتشرة على مستوى العالم. فطبعا ده محل ترحيب وتقدير العالم كله. ده كمان بيأتي ليجدد ما قام به قديما قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في الستينات حينما قام بالمبادرة للحوار الإسلامي المسيحي. ومنذ سنوات قام الأزهر الشريف أيضا بمبادرة لحوار الأديان، وكانت لجنة حوار الأديان يترأسها الشيخ فوزي الزفزاف، وكان نائب رئيس اللجنة الدكتور علي السمان، وكان في تواصل مع الكنيسة الكاثوليكية، وكان في تواصل مع الكنيسة الإنجليكانية والتي يترأسها بمصر المطران الدكتور حنة. فالحقيقة الحوار لابد منه، وفي هذا التوقيت بالذات، لأنه يمثل حلا نموذجيا وحلا إيجابيا ويكاد يكون وحيدا في مواجهة الإرهاب المنبعث من التفسير الخاطئ للأديان. لكن كما وضحت حضرتك فكرة الحوار بين الأديان ممتدة منذ عقود، لكن واقع الحال يؤشر لأنه ما فيش نتائج إيجابية أو مردود إيجابي ملموس حصل في التقريب بين الأديان أو أتباع الديانات، لأنه البعض بيتحفظ أنه يكون في حوار بين الأديان طبعا. يعني التوصيف الأدق ربما حسب وجهة النظر هذه الحوار بين أتباع الديانات. حضرتك سبقت أنا كنت لسه هقول أنه الحوار بين أصحاب الديانات، وعفوا أنا نسيت اسم الدكتور المطران منير حنة، هو رأس الكنيسة الإنجليكانية في مصر. اللي عايز أقوله أنه المبادرات بدأت منذ زمن بعيد، يعني زي ما حضرتك تفضلت وتحدثت عن العلاقة بين الإسلام والغرب، أنا أتذكر أني من حوالي أكثر من 11 أو 12 سنة حضرت مؤتمر دولي كان هنا في مصر قام به مركز الدراسات العربية بلندن الذي يرأسه في ذلك التوقيت السيد عبد المجيد فريد رحمه الله، السياسي المصري المعروف، وبالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية الذي أشرف بعضوياته الآن. وكان عنوان هذا المؤتمر مستقبل العلاقة بين الإسلام والغرب، وفاق أم صدام.
وكان في شخصيات دولية منهم الدكتور علي بدوي الله يرحمه في لندن، كان قامة من القامات الإسلامية المعتدلة والمشرفة، وكان في مجموعة كبيرة من المثقفين والمفكرين. وتقدمت في ذلك التوقيت بورقة كان عنوانها الإسلام والغرب. الواقع أنه المبادرات موجودة منذ زمن بعيد. جمعية الإخاء الديني في مصر تأسست من الثلاثينات، ثم أعيد تحت اسم إخوان الصفا، وتم إعادة إشهارها فيما بعد باسم الإخاء الديني، وكان يقوم بها الأب جورج قنواتي المرحوم الوزير عبد السلام وزير الصحة في عهد الرئيس عبد الناصر وبدايات عهد الرئيس السادات، نعم، الشيخ أحمد حسن البقوري، الأنبا بسنتي مؤخرا شرفت بالعمل معه، واللواء أحمد الوتيدي. وكان في حراك ولكنه كان على مستوى النخبة وعلى مستوى النخب فقط. ولكن مع الأسف الشديد مع مرور الزمن والفراغ الذي سمح للفكر المتطرف أن يغزو المجتمعات المصرية والعربية بل والعالمية أيضا، وكان للأزهر دورا مع الأسف الشديد يؤسفني أني أقول متراجع، ومصر كان بها الكثير من المفكرين والعلماء المعتدلين والذين أفضل من يتحدثون عن الإسلام الصحيح وعن سماحة الإسلام. وأيضا سنجد ذلك موجود في الإخوة المسيحيين في الكنائس المتنوعة. ولكن هل كل هذه المبادرات أوتي ثمارها؟ مع الأسف الشديد حتى الآن الإجابة بالنفي. ليه؟ عظيم. لأنه إحنا الحقيقة كل المبادرات العاقلة اللي بـ 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 بتقدم محتاجة دعم رئيسي ومباركة الدولة وتعميم هذه التجارب الصغيرة إلى المجتمع المصري. تضحك حضرتك لما أقول للعودة إلى الوراء، مش احنا بيقولوا اللي يقولوا ده دولة بتتأخر، لا، احنا عايزين بس نعيد إلى الأذهان مرة أخرى مصر على المستوى المحلي حينما كان المسلم والمسيحي لا فرق بينهما، لا يوجد أي نوع من أنواع الضغائن، وعمر ما كان دين الإنسان هو من يقدمه إلى مكانة اجتماعية معينة أو إلى وظيفة ما أو إلى امتياز عن الآخر.